هذا ليس إذانا ببدء الحرب في مأرب، وإنما هو جزء من عملية رفع جاهزية رجال القبائل المحتشدين حول المدينة استعدادا لأي هجوم قد يأتي من قبل مسلح الحوثي. من عدة مناطق توافد هؤلاء تحت لافتة يغلب عليها التضامن القبلي، نسقوا جهودهم وشكلوا قيادة ميدانية واحدة، وبات صوتهم يتردد في أنحاء البلاد كلما زادت المخاوف من تحركات الحوثيين على مشارف شمال وغرب المحافظة. هم قبائل مأرب الذي معروفين في الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها، فنحن مدافعين عن الأرض وعن البلاد والعباد. الأهل اللي معنا ماشي معنا سنرده في الوقت المناسب وسنعطيه عندما تجي الدولة، دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات، دولة تقوم تدافع عن شرفها وعن اليمن وعن النظام والقانون. جهود اللجنة العسكرية الحكومية المكلفة باحتواء الأزمة لا تزال تراوح مكانها في ظل استحواذ قضية سيطرة القبائل على أسلحة تابعة للجيش على الاهتمام. فبينما تطالب السلطات بإعادة الأسلحة، يقول هؤلاء إن الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين. القوات المسلحة تسلم مهامها، تسلم معسكر ماس، ترفع الميليشيات حسب البند الخامس حسب طلب الحوثي. مدافعهم هذا اللي يطالبوننا بها ودباباتهم هي من 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 عرقنا، هي من منتجات مأرب، هي من حقنا، يطالبوننا نردها، بنردها، لكن يدافعون بها، يدافعون بها دون البلاد. هذه بقايا آليات أحرقت أثناء المواجهات بين الجيش ورجال القبائل، عندما حاولت السلطات تسيير الكتيبة قبل نحو أسبوعين بالقوة في طريق مأرب صنعاء، وعقب ذلك استولى مسلح القبائل على أسلحة الكتيبة التي تنوعت بين دبابات ومدافع وآليات وذخائر متعددة. الأزمة بشأن سيطرة رجال القبائل على أسلحة تابعة للجيش تتمثل ربما في عدم قدرة السلطات على تقديم ضمانات تمنع الحوثيين من شن حرب على مأرب إذا ما وافقت القبائل على إعادة تلك الأسلحة. حمد البكاري، الجزيرة، من محافظة مأرب شرق اليمن. كما زادت المخاوف من تحركات الحوثيين على مشارف شمال وغرب المحافظة. هم قبائل مأرب الذي معروفين في الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها، فنحن مدافعين عن الأرض وعن البلاد والعباد. الأهل اللي معنا ماشي معنا سنرده في الوقت المناسب وسنعطيه عندما تجي الدولة، دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات، دولة تقوم تدافع عن شرفها وعن اليمن وعن النظام والقانون. جهود اللجنة العسكرية الحكومية المكلفة باحتواء الأزمة لا تزال تراوح مكانها في ظل استحواذ قضية سيطرة القبائل على أسلحة تابعة للجيش على الاهتمام. فبينما تطالب السلطات بإعادة الأسلحة، يقول هؤلاء إن الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين. القوات المسلحة تسلم مهامها، تسلم معسكر ماس، ترفع الميليشيات حسب البند الخامس حسب طلب الحوثي. مدافعهم هذا اللي يطالبوننا بها ودباباتهم هي من 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 عرقنا، هي من منتجات مأرب، هي من حقنا، يطالبوننا نردها، بنردها، لكن يدافعون بها، يدافعون بها دون البلاد. هذه بقايا آليات أحرقت أثناء المواجهات بين الجيش ورجال القبائل، عندما حاولت السلطات تسيير الكتيبة قبل نحو أسبوعين بالقوة في طريق مأرب صنعاء، وعقب ذلك استولى مسلح القبائل على أسلحة الكتيبة التي تنوعت بين دبابات ومدافع.